طيب بقالنا فترة بنتكلم مع حضراتكم كل يوم والتاني، يمكن آخرها امبارح، بنتكلم دايما عن أي وقعة مؤسفة بتشهدها مباريات كرة القدم حول العالم. كذا مرة نتكلم عن أحداث ولقطات كده مش لطيفة ليها علاقة بالعنصرية ما بين بقى الجماهير واللاعبين، ما بين اللاعبين وبعضهم، ما بين يعني الموضوع يعني متفاقم شوية في أو كان متفاقم شوية الفترة الأخيرة. النهاردة بقى كلام جديد تماما يا حضرات وتصعيد غير مسبوق. هنتكلم بقى معاكم عن ضرب نار بالمعنى الحرفي، واحدة من الأحداث المؤسفة جدا. حصل إطلاق نار في مباراة كرة قدم بين مشجعي فريقين في دوري الدرجة الثالثة في الأرجنتين، ويؤدي الحادث إلى إصابة مدرب الفريق الضيف بطلق ناري. ده جديد لانج بقى الكلام ده. البداية كانت عبارة عن مشادة كلامية يعني، ثم اندلعت أعمال العنف بين مشجعي الفرقتين، وتبادل المشجعين إطلاق النار وكأنهم في ساحة حرب. ده أدى إلى إصابة مدرب الفريق الضيف وهو موريتسيو روميرو، وأعلن الفريق لاحقا أن المدرب الحمد لله رب العالمين يعني تعدى مرحلة الخطر. ومن ناحية تانية طبعا كل وسائل الإعلام يعني اللي كانت بتنقل هذه المباراة نقلت كل الحاجات اللي حصلت، ونقلت طبعا حالة التوتر المرتفعة خارج أرض الملعب بعد سماحهم لإطلاق الأعيرة النارية اللي أدت إلى توقف المباراة. وطبعا اللعيبة هربوا كلهم بره أرضية الملعب، والمباراة توقفت في الدقيقة 79. حدث عجيب جدا جدا جدا، يعني مش عارف أقول لحضراتكم إيه. إحنا كنا فاهمين إن السقف بتاعنا هو العنصرية والكلام اللي مش لطيف اللي ساعات الناس بتوجهه لبعض، لكن ضرب نار ده جديد لانك. تابعوا معانا. Del Bianco, del Bianco que la quiere tirar para Canué, no, la revolea del Bianco hacia arriba, para donde está Santi Autieri, el árbitro que para porque se escuchan las detonaciones fuera del terreno de juego, entonces dice vamos a parar hasta que la cosa se acabe, no peleando por la clasificación, ¿no? Exactamente, sí, sí. Bueno. No sabemos qué pasa, todo el mundo sale corriendo, pero no sabemos, no entendemos qué pasó, ¿eh? No entendimos qué pasó, todo el mundo, hay disparos me parece, ¿eh? No sabemos qué pasa, todo el mundo sale corriendo, pero no sabemos, no entendimos qué pasó, ¿eh? No entendimos qué pasó. O sea, realmente son momentos de mucha tensión. Mucha tensión aquí. هاي بالاسه. انا بالنسبه لي دي يعني لقطه غير مسبوقه، مش عارف حضراتكم هل شاهدتم عموما اي حاجه مماثله؟ ضرب نار بين مشجعين في مباراه كره قدم، وكل بيفلق جري حكام بلعيبه كله، يعني حاجه عجيبه جدا.